عادل صاحب 30 سنة من ولاية خنشلة، نادل بأحد المقاهي والملقب بالبسكري، صاحب 36 سنة والمنحدر من ولاية وادي سوف، عاطل عن العمل، يقتلان رميا بالرصاص صباح الجمعة في جريمة قتل جديدة بقلب مدينة مارسيليا الفرنسية. كان ضحيتها رعيتين جزائريتين 30 و36 سنة من العمر، كان قد تلقى وبلا من الرصاص، الأول ينحدر من خنشلة ويدعى عادل، والثاني يلقب بالبسكري ينحدر من ضواحي ولاية الواد، وذلك بعد مباغتتهم بوسط الحي الشعبي بيار رولان غير بعيد عن مقر الأمن الحضري العاشر بمحاذاة مفترق طلق وإطلاق النار عليهما من سلاح كلاشينكوف لتضع حد لحياتهما بعين المكان أمام أعين الحي السكني الذي يعرف بالهدوء والسلم قبل الفرار نحو وجهة مجهولة. في الوقت الذي تنقلت وحدات للحماية المدنية بمارسيليا إلى عين المكان وقام عناصرها بنقل جثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مارسيليا بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفتحت بدورها الشرطة الفرنسية التحقيق في أطوار الجريمة الجديدة التي تستهدف الجزائريين بمدينة مارسيليا بحثا عن الفاعل المجهول. عادل من إحدى بلديات خنشلة كان قد تنقل إلى فرنسا منذ حوالي 7 سنوات فقط، يشغل عامل يومي بإحدى نوادي المقاهي بمارسيليا. أما الثاني هي أما الجثة الثانية لجزائري 36 سنة غير معروف يلقب بالبسكري، تحدثت مصادرنا أنه ينحدر من ضواحي ولاية الواد جنوب الجزائر بدون عمل. هؤلاء كانوا قد تفاجؤوا صباح اليوم في حدود الساعة 10:30 وهما بترقب إلى مقر إقامتهما بمجهول ملتم يطلق عليهما وبل من الرصاص من سلاح كلاشينكوف أردهما قتيلا أمام عين مواطني حي بيار لونار بالمقاطعة 10. الشرطة الفرنسية كما جرت العادة سارعت لفتح تحقيق في الواقعة التي يلفها الكثير من الغموض، شأنها شأن باقي جرائم القتل التي راح ضحيتها جزائريين أغلبهم من ولاية خنشلة، ما يطرح الكثير من التساؤلات. وبالعودة إلى الوراء، إلى نحو 3 أشهر من اليوم قتل إلى حد الساعة بفرنسا 14 جزائريا، 11 منهم ينحدرون من ولاية خنشلة، والبداية كانت مع جمال لاغا 43 سنة، نعيم فطيمي 28 سنة، زرفة يزيد 27 سنة، محمد فريد 54 سنة، قذفي ياسين 53 سنة. 12 جونفي 2018 مقتل شاب مجهول الهوية في الثلاثينيات من عمره رميا بالرصاص، عماد حسيني 26 سنة، منير عذكوس 27 سنة، بن جبير عبد القادر 29 سنة، علاوي بالعاجة 49 سنة، مراد ميلودي 29 سنة، العبيدي ساسي قتل أيضا بمارسيليا. لتتوقف جرائم القتل التي عرفت أوجها شهر جونفي نسبيا قبل أن تعود هذا الشهر مع مقتل الشابين عادل والبسكري، فأما آن الأوان لفك لغز هذه الجرائم التي زرعت الرعب في صفوف الجالية الجزائرية في الخارج، خاصة عائلاتهم داخل الوطن.